بريطانيا لم تعد دولة مسيحية صعود اللادينية. بريطانيا مرتبطة بالمسيحية لقرون طويلة، حتى السياسة الخارجية البريطانية، الحروب الصليبية، بريطانيا كانت باستمرار جزء رئيسي من العالم المسيحي. لكن الوضع ده تغير منذ الحرب العالمية الثانية وبداية صعود اللادينية داخل بريطانيا وتراجع المسيحية داخل بريطانيا. دراسة جديدة لجامعة سانت ميري بتقول إن المسيحية تتراجع وأنها لم تعد دين الأغلبية في بريطانيا. رغم إن بريطانيا الملك فيها هو حامي الإيمان وهو رئيس الكنيسة، أو الملكة الآن الملكة اليزابيث هي رئيسة الكنيسة وهي حامية الإيمان وحامية المسيحية، إلا أن المسيحية تتراجع في بريطانيا. النسبة طبقا لهذا الإحصاء المثير لجامعة سانت ميري البريطانية 43% فقط من البريطانيين يؤمنون بالمسيحية ويعرفون أنفسهم على أنهم مسيحيين. 43% فقط اللي بيقولوا في بريطانيا إن هم مسيحيين، إنما 49% بيقولوا إن هم لا دينيين، يعني غير مسيحيين. كده يبقى اللا دينيين في بريطانيا هم الأغلبية 49%، ثم المسيحية 43%، يتبقى إذن 8%، منهم 4% مسلمين. عدد المسلمين في بريطانيا 3 مليون مسلم، جزء رئيسي منهم موجود في لندن. نسبة كبيرة من سكان لندن، حوالي 1 مليون مسلم يقيمون في لندن، و2 مليون مسلم خارج لندن، إجمالي عدد المسلمين 3 مليون في بريطانيا، يعني 4% من سكان بريطانيا. يبقى فاضل 4% هندوس وديانات أخرى. يبقى إذا بقى نقول الترتيب تاني للأديان في بريطانيا. أول حاجة اللادين 49%، تاني حاجة المسيحية 43%، تالت حاجة الإسلام 4%، رابع حاجة الهندوسية وأديان أخرى 4%. إذا معنى ذلك إن اللادين أصبح هو دين الأغلبية، أو إن الأغلبية أصبحت بلا دين في بريطانيا، وإن المسيحية تأتي في المرتبة الثانية ب43%. لم يعد المسيحيون أغلبية في بريطانيا. دي الدراسة الصادمة لجامعة سانت ميري البريطانية. إمتى حصل التحول إلى اللادينية في بريطانيا؟ الخبراء بيقولوا إنه بعد الحرب العالمية الثانية اللي انتهت 45، وبعدها ب11 سنة انتهت الإمبراطورية البريطانية في حرب العدوان الثلاثي سنة 56، بعد كده بدأ هبوط المسيحية في بريطانيا. والأجيال الجديدة من البروتستانت البيض اللي هم الحماة الرئيسيين للكنيسة بدأوا ما يروحوش الكنيسة، ما يلتزموش بتعاليم المسيحية، وبقى يوم الأحد بالنسبة لهم يوم غير ديني. ثم زاد بقى هذه الظاهرة إلى أن أصبح دلوقتي اللادين هو الرئيسي في بريطانيا، والمسيحية تأتي في المرتبة الثانية بنسبة 43% في بريطانيا. إذن بريطانيا التي كانت جزءا رئيسيا من عصر المسيحية وعصر الإيمان المسيحي تزداد فيها اللادينية الآن، بحيث لم تعد بريطانيا ذات أغلبية مسيحية.